إذن مشاهدينا ما زلنا معكم داخل أروقة كوب 27 بعد انطلاق أعمالها الإجرائية انتظارا للافتتاح الرسمي بقدوم القادة غدا. نتحدث الآن عن المشاركة الأوروبية وهي مشاركة على أعلى مستوى وشديدة الأهمية في كوب 27 نظرا لوعود حول اتفاقيات ما بين الجانبين المصري والأوروبي بشكل خاص وما بين أوروبا و الدول الأفريقية بشكل عام في استثمارات تحديدا تتعلق بالطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. معنا الآن سيادة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر السيد كريستيان بيرجر. سيادة السفير كريستيان بيرجر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، مرحبا بك، ونتحدث عن مشاركة الاتحاد الأوروبي في كوب 27. شكرا، هذه فرصة عظيمة لأن أتحدث إليك اليوم. إن مشاركتنا في كوب 27 هي تعكس أهمية العمل المناخي ومكافحة التغير المناخي لدينا. رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية يأتون اجتماع الشكرة في على المستوى، وعبر العشرة أيام القادمة سوف يكون لدينا الكثير من المفوضين الذين يشاركون في الاجتماعات الوزارية، ولدينا الكثير من الزملاء الذين ستحدثون عن الموضوعات الهامة كلها. هل تتوقع أي اتفاقات مصرية أوروبية بصفة خاصة في مجال الطاقة المتجددة؟ نحن نقوم بتجهيز بعض الاتفاقات ليس مع مصر ولكن مع دول أخرى، ولكن نركز على الحراجة أو الغابات، ولكن لدينا اتفاقيات خاصة بالتنوع البيولوجي، ولكن مع مصر نحن نناقش بعض الأمور الخاصة بالهيدروجين الأخضر. هل الطاقة المتجددة تمثل نسبة صغيرة من الطاقة بينما تمثل الطاقة النووية نسبة كبيرة؟ ما الذي يمكن أن تتوقعه في هذا الصدد؟ هذا هو أحد أهم أهدافنا. نحن نريد من الاتحاد الأوروبي يهدف لأن نصل لزيرو انبعاثات أو صفر انبعاثات من الغازات الخاصة بالاحتباس الحراري، وطورنا برنامجا جديدا لديه ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي التي ذكرناها، أن ننتقل من الوقود الأحفوري إلى الوقود المتجدد، وهو أن نوسع مدى مصادر الطاقة التي نستخدمها والتي تشمل طاقة الرياح وطاقة الشمسية والهيدروجين. إذن هذه مجالات التعاون. سيادة السفير، ما هي نصيحتكم للوصول بالنجاح لكوب 27؟ أولا، لدينا مناقشات عميقة، يجب أن نتأكد أن الاتفاقات التي تم الوصول عليها يتم تنفيذها. نحن كاتحاد أوروبي نحاول أن نتأكد أن المجتمع الدولي وليس فقط على مستوى الدول والحكومات، أعني القطاع الخاص والمجتمع المدني، يجب أن يلتزموا بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم في تلك المؤتمرات. بشكل خاص لدينا قضية الوصول لهدف درجة الحرارة. كيف يمكن للدول أن تنفذ التزاماتها أثناء الكوب بصفة خاصة في ظل الأزمة العالمية، الحرب وقبلها الجائحة؟ حسنا، أولا لدينا اجتماع اليوم سوف نناقش فيه هذه الأمور، وسوف يكون لدينا لقاءات وجها لوجه، وسوف يكون هناك العديد من الممثلين وممثلي الحكومات ورجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل خاص. إذن هذه فرصة كبيرة بعد أن أصبح الكورونا، جائحة كورونا ليست قوية، لكي نلتقي وجها لوجه. فأعتقد أنه من المهم جدا أن تكون هناك مجالات نتحدث فيها بصفة خاصة، لأن مصر هي المنظمة ومصر في أفريقيا. كيف يمكن أن يساعد القطاع الخاص في مجابهة تحديات التغير المناخي؟ سوف أتحدث على مستويين. أولا، القطاع الخاص يجب أن يلتزم بالمشاركة في تقديم 100 مليار دولار لدعم الدول، وكذلك ثانيا حين نتطلع إلى المستقبل فإن القطاع الخاص مهم جدا لتطوير تكنولوجيات جديدة وعمليات جديدة وتقنيات جديدة لكي نتأكد أن اقتصادنا صديق للمناخ.
وأن النمو الاقتصادي يبتعد عن زيادة استهلاك الطاقة. هناك الكثير من المجالات المنخرط بها القطاع الخاص التي تساعد في تطوير تكنولوجيات جديدة، وأعتقد بعد كوب 27 وبعد تمثيل هذه التكنولوجيات هناك المزيد الذي يمكن القيام به للاستفادة كثير من الدول. كوب 27 يسمى كوب أفريقيا، ما الذي تتوقعه أفريقيا من هذا المؤتمر فيما يتعلق بمصلحتها أولا؟ من المهم أن يعقد كوب 27 هنا في مصر، وأفريقيا ستكون في قلب الانتباه، وهناك أوجه مختلفة. أولا كان هناك أسبوع المياه الذي عقد أيضا في مصر، إذن قضية المياه سوف تكون مطروحة بشكل كبير في كوب 27، وبالتالي فإن تعاوننا مع أفريقيا سوف يكون مهم جدا، ومصر سوف تكون هي المنصة الخاصة بهذا، ليس فقط في الطاقة المتجددة ولكن أيضا في مجال المياه للشرق الأوسط وأفريقيا. كيف ترى التحول الأخضر ومبادرته في مصر؟ نحن نتابع عن قرب وندعم العديد من التكنولوجيات والمبادرات. على سبيل المثال نحن ندعم بناء مزرعة رياح كبيرة في خليج السويس، وهذا مثال واحد، ولكننا أيضا نعمل مع مصر على تطوير التكنولوجيات الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية، وقريبا أيضا في مجال الهيدروجين. أفريقيا تحتاج أن تتحدث بصوت واحد، وأفريقيا كيف يرى الاتحاد الأوروبي حاجات أفريقيا فيما يتعلق بالتحديات المناخية؟ أعتقد أن أفريقيا اهتمامها الأساسي هو كيف يمكن لأفريقيا أن تحصل على الموارد المطلوبة والدعم المالي لمواجهة الأهداف المناخية. أفريقيا ستتأثر بالتغير المناخي، هناك تغير حدث في أنماط الطقس ومستويات البحار، وهناك الكثير من القضايا التي نحاول أن ندعم من خلالها المبادرات التي يمكن أن تساعد في منع هذه التفاقم وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، ووضع أنظمة إنذار مبكر تساهم في تحقيق التنبؤ بالظواهر الجوية الخطيرة. فيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، شكرا لكم.